الجملة دي مهمة جدا ولافتة، طوعا أو إكراها. عشان ده يتحقق ويحصل الاستقرار، يعني الطرف الآخر بنتكلم عنه هو غير متقبل لكل هذا الكلام وغير معترف بالتغيير اللي حصل ورافض أي دعوات للمصالحة أو الحوار. إزاي من ممكن إقناعه أو دعوته طوعا أو كرها؟ الحقائق بتفرض نفسها. صحيح اللي كان في إيدين سلطة أساء استخدامها فربنا نزعها منهم، وهو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء وهو عادل سبحانه وتعالى، وهو نزع الملك من أيديهم كما يعني أحسبهم لأنهم أساءوا العمل، وده مؤكد فيش أي خلاف عليه، أساءوا العمل. ومن المرجح أنهم كمان أساءوا النية، لأن الناس دي لا، بس النية بقى يعني ربنا مطلع عليها لوحده، لهذا أقول من المرجح. لأن لهم لو أساءوا نيتهم لصالح الشعب ده، ولو كان قلبهم مفتوح فعلا للناس ولوجه الله، ما أظنش كانوا وقعوا في كل هذه الأخطاء اللي كلها بدأت من تكالبهم على السلطة وتمسكهم بالكرسي وغزوهم للمواقع، وقد تذكروا أنفسهم وناسوا الشعب وربما ناسوا الله، لأن ربنا يحض كل يعني ولي أمر أن يرعى رعيته. هم الحقيقة لم يرعوا اللي ربنا يتمنهم عليه الشعب المصري، رعوا أنفسهم وجماعته. إذن هم سقطوا جزاء وفاقا لأخطائهم، ربنا حكى عملهم، والشعب المصري نفذ الحكم ونفذه بامتياز، واستعادت مصر حالة الدولة الوطنية، شعب ومعاه أدوات الدولة، وأقولها الجيش بقى في هناك شعب وجيشه وأجهزة دولته بيعبروا عن مشروع الدولة الوطنية المصرية، بعد ما كانت الدولة دي بتتسارع عشان تبقى دولة جماعة أو أداة في يدي جماعة، استعادت المشروع الوطني، وده الإنجاز العظيم لحلقة أو موجة 30 يونيو من ثورة 25 يناير. شارك فيه هذا الشعب وأدوات دولته، والآن عليه أن يثبت بعزم وبحسم مشروع هذه الدولة الوطنية. وإذا الإخوان ده يحصل بحل سياسي ولا بمواجهة على الأرض؟ ده يحصل بالاتنين، لأن لا معنى للحديث عن حل سياسي بدون قوة أخلاقية وقوة مادية.